الولادة. الولادة الطبيعية دي حاجة مهمة جدا. هتلاقي في نوعين من الناس هما اللي بيجروا ورا الولادة الطبيعية، المتعلم جدا والأمي اللي عاوز يخلف كتير. والمتعلم جدا فاهم يعني ايه ان الولادة الطبيعية دي مش عملية، القيصرية دي عملية فتح بطن. هي ما بنقولش ان حاجة وحشة ولا حاجة، في بنسبة 40% احنا بنحتاج نعمل القيصرية، بس ليه ما نحاولش نولد طبيعي بعد الولادة الطبيعية؟ صحيح التعب بيبقى في الاول، بس دلوقتي ما بقاش في تعب مع الولادة بدون قلق. انا بناخد ايبيديورال، بناخد بنج نصفي في الظهر، ما بنحسش باي اعراض للالم، ولا بنبقى قاعدين بنسمع مزيكا مع اصحابنا مع اهالينا، بنتفرج على التلفزيون كل حاجه والولاده شغاله، وحتى ساعه وبنبقى صاحيين ساعه ما البيبي ينزل، مش محتاجين نتخدر كليا علشان ينزل. دي الولاده بدون الم. واحنا كتير، بس هي الفكره امتى نجري ورا الولاده الطبيعيه؟ مش لما نخلص ال 40 اسبوع اللي هو الـ expected date of delivery، الـ 40 اسبوع دول يبقى لازم نعمل قيصرية ما جات لناش ولادة. لا، في حاجة اسمها تحريض ولادة، في حاجة اسمها ان احنا نستنى اسبوع كمان. 65% من الناس بتخش في الولادة في الاسبوع ده، نستنى وناخد تحريض ولادة ونولد طبيعي بدون ألم، ده احسن بكتير من القيصرية. بس برضو في قيصرية بدون ألم دلوقتي تقنيا، يعني ده بقى الاثنين بقوا بدون ألم. الفرق بين الولادة الطبيعية بدون ألم والقيصرية بدون ألم، طب اللي أنا الاثنين مش موجوعة فيهم، طب أعمل أني واحدة فيهم؟ طيب نعمل دلوقتي الولادة الطبيعية بدون ألم. الولادة الطبيعية دي مش عملية، المخاطر بتاعتها أقل بكتير من مخاطر فتح البطن بتاع القيصرية. والعودة للحياة الطبيعية يعني انت ترجعي، انت تولدي طبيعي بدون ألم ساعتين ثلاثة وتقومي تروحي البيت لو عاوز. والولادة القيصرية بنقعد من، احنا هنا في مصر بنقعد من يوم ليومين، بره بيقعدوا من 4 أيام لخمس أيام بعد الولادة القيصرية في المستشفى. طبعا ما بنرجعش للرياضة بتاعتنا بالسرعة لو كنا والدين طبيعي. وونس ولدنا قيصرية في بلد زي مصر، وانس اول ما بنولد قيصرية يبقى كل ولادتنا هتبقى قيصرية، مع ان في حاجة اسمها لها الولادة بعد قيصرية برضو. لو انت والدة قيصري وعاوزة المرة دي تولدي طبيعي، ممكن بشروط معينة، يعدي سنتين على القيصرية، يعدي ما يكونش فيها اي التهابات وما خدناش نقل دم، ما كانش في اي مشاكل حصلت في القيصرية اللي فاتت، ساعتها ممكن نجرب نولد طبيعي برضه بدون ألم برضه.